معانا على يعني الجانب الثاني بقى مكالمه هاتفيه مهمه جدا الاستاذ محمد المسحري، خبير سياسي ومتخصص في الشان الايراني، واللي هيكلمنا اكتر عن هذا التصعيد. صباح الفل يا استاذ محمد. صباح الخير يا فندم. صباح السعاده لكما وللساده المشاهدين الافاضل. في البداية كده عاوزين نعرف من حضرتك موقف أمريكا والدول الكبرى مما يحدث الآن. حتى اللحظة لا نرى موقف رسمي نظرا للغموض. الأسود هذه خلصفها بعملية اختبار التي شاهدناها في إصفهان، وحتى المسؤولون الرسميون الإيرانيون لم يصرحوا بشيء، مجرد ما تداوله وسائل الإعلام حتى اللحظة في إيران وخارج إيران. يبدو هذه العقلية إن كانت من قبل إسرائيل هي في الواقع تظهر لإيران إلى مدى مخترقة، حيث طائرات مسيرة صغيرة يتم إطلاقها من داخل أراضي إيران وتصل إلى مواقع عسكرية حساسة. هذا أتحف الإيمان يمكن أن نتحدث عنه في هذا المجال، وطبعا يظهر أن هناك نوع من الارتباك شاهدناه في التصرف الإيراني اتجاه هذه المسيرات الصغيرة. طيب أستاذ محمد، على ذكر المسيرات وعلى ذكرك للمسيرات، احنا بنتكلم في ثلاث مسيرات وبعيدة عن أي أهداف حيوية. هي بالقرب من مفاعل نووي، ولكنها برضو بعيدة كل البعد عن استهداف أي أهداف حيوية زي ما قلنا. فهل ده رد مناسب من إسرائيل على الهجوم القوي جدا من قبل إيران حتى وإن كان هو هجوم استعراضي؟ الحقيقة أنا لا أرى أنه هذا هجوما. الموضوع أراه في التباس، يعني يمكن التباس حتى التباس، يمكن حتى القول بأن جزء من الصراع الموجود داخل إيران بين وزارة المخابرات الإيرانية وجهاز استخبارات الحرس الثوري، هناك صراع قديم يتجدد كل مرة بين الأجهزة المخابراتية الإيرانية. هذا يمكن ننتبه إلى ذلك، لأن يعني حتى اللحظة لم نرى حديث. وإسرائيل إن أرادت أن ترد، الرد الإسرائيلي سيكون عنيف كما فعلته إيران. يعني عنيف، أقصد بأدنى تقدير عنيف إعلاميا كما فعلته إيران. الرد الإعلامي الإيراني حفظ لباء الوجه طهران. نعم، كما فعلته إيران، إيران لحفظ ماء وجهها أطلقت مسيرات وصواريخ على إسرائيل، تم إسقاطها كلها. وإسرائيل يمكن أن تفعل نفس الشيء. الموضوع هذه المسيرات لا يزال فيه لبس، ولا يمكن الحديث عن تفاصيله حتى تتبين الامور اكثر. ملابسات. لكن المؤكد ان هذه المسيرات تم اطلاقها من داخل الاراضي الايرانيه، لان حسب التصريحات من داخل الاراضي الايرانيه. نعم، لانها صغيره، والمسيرات الصغيره لا يمكن ان تخطر. يعني ايران هتضرب نفسها يا فندم؟ نعم، اسرائيل استهدفت منشات نوويه وعسكريه حساسه في اصفهان بطائرات صغيره لا تقطع مسافه اكثر من 100 كيلو متر، وقتلت من قاده البرنامج الصاروخي الايراني. هذا ليس بجديد بالنسبه لاسرائيل. طب استاذ محمد، معلش اخيرا، توقعاتك كده، هل في تصعيد من جانب ايران على لو كان ده شوء اعلامي من ايران عشان خاطر تقول ان اسرائيل بترد؟ فهل في تصعيد من الجانب الايراني، وهل في رد حقيقي زي ما حضرتك قلت من اسرائيل الفتره الجايه، ولا هيبقى الموضوع كله التزام باللي قالته امريكا في ان خلاص ما فيش اي عنف وخلاص الموضوع خلص؟ يعني حتى اللحظة بالنسبة لإسرائيل، أنا لا أتوقع أن إسرائيل ستقوم بعمل عسكري ضد إيران قبل عيد الفصح اليهودي الذي سيبدأ الأسبوع القادم أو يوم الأحد أظن أو الاثنين، ويطول 10 أيام. أنا لا أرى أن إسرائيل ستبادر بعمل عسكري كبير في هذا الفترة وهذا العيد المهم اليهودي، وإن شاهدنا عمل عسكري سيكون بعد هذه المناسبة المذهبية اليهودية. أما بالنسبة لإيران، حتى اللحظة إيران تحاول أن تصعد لهجتها الإعلامية حتى إسرائيل لا تبادر بهجوم عليها، أو إن بادرت الهجوم يكون شكلي. هناك طالما الولايات المتحدة ألقت بثقلها، والرئيس جو بايدن أيضا أكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل بكل إمكانياتها، هذا يؤكد أن إيران غير قادرة على توجيه ضربة موجعة لإسرائيل بتواجد أمريكي، وتواجد امريكي الكبير على سواحل شرق البحر الابيض المتوسط، ان تستطيع ان تضرب، وايران تعلم ذلك. فلهذا السبب تحاول ايران ان تصعد من لهجتها حتى اسرائيل لا توجه ضربه مؤثره وتكون الضربه شكليه كما فعلتها ايران.
تمام أستاذ محمد المسحجي خبير سياسي من لندن في الشأن الإيراني، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وإن شاء الله يعني هنفضل تصعيد خطير. ولكن زي هو زي ما قال أنا حاسس الموضوع فيه لبس ثلاث مسيرات ردا على هجوم فيه 350 هدف جوي، بس النهاردة كل حاجة بين على مدار اليوم وأكيد هنبقى متابعين ده بشكل مستمر. خلينا بقى نروح